حياكم الله. واحد من مقاييس تقدم الشعوب وتحضرها مشاركة المرأة تحديدا في الحياة السياسية، ولإحداث أي تغيير في المجتمع لابد من دور واضح وفعال للمرأة. في الأردن كفلت التشريعات كافة حقوق المرأة من حيث حرية الرأي، التعبير، وكذلك الترشح والانتخاب، وما يمنحها مساحة كبيرة للعمل السياسي. سياسيون يرون أن المرأة الأردنية لم تعد قيد اختبار، بل حققت الإنجاز. في حلقتنا اليوم نناقش حجم مشاركة المرأة الأردنية في الأحزاب. هل مشاركتها السياسية بات يشار إليها بالنوع والكم؟ ما هي المعيقات أمامها لاستثمار البيئة والمناخ السياسي الحالي للانخراط في العمل الحزبي؟ ما المطلوب من الأحزاب لاستقطاب المرأة كمشاركة فاعلة؟ أستمع لإجابات عن هذه الأسئلة، وأيضا سنتحاور مع ضيفاتي الليلة عن كيف نقيم الرغبة المجتمعية في تعزيز مشاركة المرأة، الدور المطلوب من المرأة في المبادرة، تقديم نفسها كفاعلة مشاركة ناشطة في العمل الحزبي، هل برامج الأحزاب منسجمة مع أولويات المرأة بما يساعدها على أن تعبر عن نفسها من خلال الأحزاب، قدرة المرأة على التوفيق بين مسؤولياتها العائلية، المسؤوليات المترتبة أيضا على المشاركة السياسية، والأهم تقبل المجتمع لعمل المرأة في الحياة السياسية. هذه محاور سأطرحها، وأيضا أطرح بعض الأسئلة على ضيوفي، وأبدأ بعضو حزب جبهة العمل الإسلامي نور أبو غوش. أهلا بك. أهلا بك. وأهلا بعضو حزب الشعب الديمقراطي الأردني ريم سرور. أهلا بك. وأهلا كذلك بعضوة حزب الغد دانيا ريحان. أهلا بك. صوت المملكة بدأ. أهلا بكم، مساء الخير. أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحاب بجميع الضيوف، وسأبدأ هذا الحديث عن مشاركة المرأة في الأحزاب. رح نبدأ معك. كيف ذهبت وأصبحت عضو اليوم في حزب الشعب الديمقراطي الأردني ولماذا؟ هلا بداية أنا كانت تجربتي من عمر صغير. تمام، كنت بداية 15-16 سنة بلشت أروح أعرف شو هي الأحزاب، إيش هو العمل الحزبي، كيف بدنا نشارك في الأحزاب. تدرجت الأمور معي لحتى أنا صار عندي قناعة تامة إنه أنا هذا الحزب هو اللي بده يمثلني، إنه أنا شفت نفسي موجودة داخل حزب اللي هو الشعب الديمقراطي الأردني، حشد وجدت نفسي فيه لعدة أسباب. بداية يمكن أول شيء إحنا منذ عودة الحياة السياسية اللي هي من 89 تقريبا، كان في عنا عملنا أول مؤتمر لإلنا وظلينا مستمرين عليه. هلا هذا بدل على وجود حتى ديمقراطية عنا داخل الحزب. تمام، كان في عنا بالحزب عنا قطاع الشباب، في عنا قطاع المرأة، في عنا العمال، في عنا عودة، في عنا كثير أمور. تمام، كنا نتواجد وكنت أشوف تواجدهم الدائم ودعمهم الدائم لكل عملية أو لكل قضية بتمس هاي المواضيع على أرض الواقع، إنه إحنا مش برنامج فقط. كوي. لا، إحنا كان في تطبيق فعلي، فأنت هون بيكون في عندك إيمان إنه أنا صح، أنا هذا المكان اللي بده يمثلني، أنا هون بدي أكون. طيب، أنا بتطرح عليك سؤال، وأنتم أيضا الأمينة العامة هي سيدة. صحيح، الرفيقة عبل أبو علبة. نعم، طيب. بدي أطرح سؤال، وعادة هذا هو بديش أقول لك انطباع، بس هي عادات الناس. إحنا بالأردن بننخلق النادي اللي بشجعه أبوي بشجعه. صحيح. خلينا نعكس هذا على الحزب، أما أن هناك أفكار تختلف. يعني ماشي، أبوي حزبي مش شرط أكون ابن هذا الحزب. صحيح. هل أنت من عائلة حزبية؟ صحيح. ذات الحزب وهو حزب الشعب الديمقراطي الأردني؟ هلا أنا والدي ضمن كان منتسب لحزب آخر. أه. مختلف تماما عن الحزب اللي أنا موجودة فيه حاليا. كويس. يعني عندنا في العيلة أشخاص بأكثر من حزب في أكثر من اتجاه، ولكن إحنا متقبلين بعض، عندنا هذا الوعي إنه كل واحد عنده حريته في إنه هو إيش بده يكون. كويس. هو إيش بده يروح أو إيش هو الإشي اللي وجد نفسه فيه.
انت رحت لهذا الحزب لانه هناك امين عام ولا لا؟ انت ما عندك مشكله مين ما يكون امين عام الحزب؟ مش الهدف مش مين بده يكون امين عام الحزب. لا لا اقصد سيده يعني، وبالتالي ستدعم دور النساء اكثر. لا هلا لا مش هذا السبب، ولكن يعني انا مع انه صح انه ندعم انه كل الاحزاب الثانيه اذا كانت في امراه اقوى من الامين عام الحزب الموجود فيها حاليا ليش لا؟ انت تذهب الى الكفاءه. صحيح الكفاءه اهم شيء بغض النظر جنسه، هو كفؤ لهذا المنصب. صحيح. ذات السؤال نور، حزبيه قديمه ام حديثه عهد؟ حديثه عهد. لماذا ذهبت الى يعني حزب جبهه العمل الاسلامي؟ بدايه مساء الخير. يعني الى حد ما حديثه عهد من 2016 كان الانتساب الفعلي، خلينا نحكي. أنا السيناريو المختلف مثل كثير من شباب الوطن، عندنا بعض التخوفات، أحيانا تخوفات أمنية، أحيانا عندنا بعض التضييقات، أحيانا عندنا تفكير أو صورة نمطية عن الحزب بأنه إيش طلع من الأحزاب، إحنا إيش شفنا من الأحزاب. فأنا كنت بعيدة عن الأحزاب رغم اهتمامي بالسياسة. تقصد الانطباع؟ بالضبط، الانطباع الذهني اللي حاضر عندنا اللي نشأنا عنه حتى ببعض الأجيال، يعني حتى كعائلة لا أيضا عكس السيناريو، لا مش عائلة حزبية. لكن بالمقابل كان دائما عندي إيمان بأنه العمل المؤسسي هو العمل المثمر. لغاية 2016 كانت الانتخابات تحديدا. صحيح. انتخابات 2016، في انتخابات 2016 أنا أعتقد بأنه حزب جبهة العمل الإسلامي قدم خلال التحالف الوطني للإصلاح يعني صورة نمطية مختلفة تماما، قائمة يعني مختلفة متنوعة. شعرت إلى حد كبير بأنه لا، هذا الحزب أنا أتشارك معه. أتشارك معه بداية بأيديولوجيات كثيرة، أتشارك معه بأنه هذه البرامج تطبق على أرض الواقع. فوجدت نفسي بأني أطرق باب الحزب وأنضم لهذا الحزب. يعني هذا هو الأساس. وأنت لست من عائلة حزبية؟ لا يعني لا. ما بنقدر نقول والدك أو واحد من إخوانك ضمن هذا الحزب؟ لا لا أبدا، لا بهذا الحزب ولا بغيره. يعني عائلتي عائلة أردنية عادية عندها الانتماءات الوطنية المشتركة داخل المجتمع، لكن دون توجهات حزبية. جميل. أنت تحدثتي وتفضلتي وقلتي بأنه يعني ب 2016 أنا دخلت رغم الانطباع السائد عن الأحزاب، وتحدثتي عن تخوفات أمنية ما حدا عارضك إنه ليش شو بدك بوجه حراس ب 2016؟ قالوا لك تروح؟ يعني لا اقصد في حزب محدد طبعا، بس يعني ب 2016 يعني للعام واول عام ولسه في ناس بهذه الايام ما زال عنده تخوفات طبعا أمنية. طبعا يعني كثير من الناس بتدخل في هذه التخوفات سواء عن طريق المزح او عن طريق الجد، بانه شو بدك بوجع الراس لوين رايحه لوين شو بدك بهالمين عقلها. لكن فعليا انت ما دمت مؤمن بشيء، احنا بندخل تخصصاتنا بالجامعه احيانا نسمع عليها بعض الاعتراضات. صحيح. ايماني بانه احنا اذا ما غيرنا من الداخل، واذا ما غيرنا من طريق مؤسسي، واذا ما كان عندنا طريق منظم وطريق حتى تحفظه لنا الدوله، بالاخر احنا بنعمل بشيء مرخص امنيا وبالعكس قانونية. يعني مدعوم حاليا في هذه المرحلة، إذن ليش لا؟ النظر أيضا للمجتمعات بأنه إحنا بدنا نضل في نفس المعترض، في نفس نهاجر، في نفس أنه إحنا حتى لو ما هاجرنا أنه إحنا موجودين لكن ما في مجال للإصلاح. مجتمعات كلها أصلحت عن طريق تغيير، سواء تغيير مؤسسي من خلال أحزاب أو تغيير من قوى أو من آخره. معترض ليس معارض. معارض تختلف طبعا. طيب أذهب إلى دانيا ريحان، وأنت عضو في حزب الغد. ذات السؤال، نعم. لماذا ذهبت إلى هذا الحزب تحديدا؟ مساء الخير. مساء النور. بالبداية مساء الخير، شكرا على الاستضافة الرائعة. شكرا. حزب الغد الأردني، أنا تعديت فكرة أني أنضم لحزب، أنا من مؤسسين الحزب. أنت من مؤسسين؟ شاركت أنا بتأسيس حزب الغد الأردني. نعم نعم. لماذا ذهبت نعم إلى الغد؟ حتى لو كنت أنت المؤسس، لماذا ذهبت إلى الغد؟ ما رحتيش جبهة العمل الإسلامي؟ ما رحتيش حزب الشعب الديمقراطي الأردني؟ بدي أذكر الموجودين. تفضل. نعم نعم، حزب الغد منذ النشأة الأولى والمرأة هي صمام الأمام، تمام. تمثيل المرأة أيضا في حزب الغد يمثل 47%. أيضا المرأة في حزب الغد، اسمحوا لي أحكي باسم المرأة في حزب الغد وليس باسمي بشكل خاص، لأنه المرأة وين ما تكون موجودة هي بتحكي عن المرأة بشكل عام. فالمرأة بحزب الغد هي مشاركة للرجل، شريكة للرجل، مساوية للرجل، لكن ضمن عادات وتقاليد المجتمع الأردني. نعم. طيب أنا بدي أسألك سؤال أيضا. أنت اليوم لما انضميتي إلى هذا الحزب، ماشي، انضميتي إلى كامرأة، انضميتي إلى هذا الحزب من مبدأ إثبات الذات أو أنا بدي أنخرط بالعمل الحزبي؟ أكيد. خليني أكمل لك.
أو من مبدأ الانتماء الفكري. ولأنا بس بدي أورجه المجتمع أنه المرأة قادرة وبدي أثبت ذاتي وأذهب إلى هذا الحزب. لا، لازم المرأة تكون موجودة، تكون توصل صوتها، تصنع القرار في الموقع اللي هي بتنحط فيه. أيضا الرؤية الأساسية للإنسان اللي هي للمنطلق والغاية، نعم، وتكون هي شريكة للرجل لكن ضمن عادات وتقاليد المجتمع. نعم، أيضا أؤكد على رسالة الأمين العام محمد رمضان، يشكر الأم الأردنية على تربية أبنائها وبناتها منذ الصغر على حب الوطن. نعم، فلذلك يجب أن نكون كلنا داعمين للأحزاب وننضم للأحزاب. نعم، وخصناً أنا بحكي عن حزب الغد الأردني الذي دعم المرأة بشكل خصوصي وسار بها إلى المسار الصحيح. كيف؟ أنا ما بديش أفوت بأسئلة عميقة للأمانة، يعني خلينا إحنا على الأسئلة. نعم، فقط إني أعرف ليش انضميتوا لهي الحزب. يعني ممكن الواحد يقتنع يدخل حزب من هذه الأحزاب، تفضل. نعم، أنا أحكي عن حزبي الغد، أحكي عن مشاركتي. أنا من خلال حزب الغد وصلت لمشروع الزمالة البرلمانية، شاركت ببرنامج الزمالة البرلمانية، تعرفت أنا كشابة أردنية على العمليات التشريعية والقرارات السياسية التي تكون في مجلس النواب، وتعرفت عن كثب وقرب على العملية التشريعية وصنع القرارات، وأيضا كيفية اندماج السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية. طيب ماشي، أعود إلى أيضا برنامج الحزب. حزب الغد هو برنامج شعبوي بيحكي عن هموم الناس، أيضا بيحكي بيوصل أي فكرة. طيب أنا رح ل... دانيا صنع. نعم، أنا رح أجي على برامج الحزب ماشي، ورح أعطيكي مجال أنه تروجي. نعم، عن هذا الحزب. شو بدك أكثر من هيك؟ هاي كل الناس بتشوفك قاعدة، بدي أعطيكي مجال تروجي عن هذا الحزب. بس بدي أعود للاستوديو وأطرح هذا السؤال. المرأة التي انتسبت إلى الأحزاب بشكل عام، هل هي عشان إحنا نعبي 10%، 10 ولا 20 المرأة؟ 20. 20% نعبي، بس نجيب هيك 20%، ولا إحنا اخترنا اختيار؟ يعني أنا دخلت هذا الحزب لأنه أنا فكري يطابق هذا الحزب. تجي أقول لك برامجه وأهدافه يطابق، أديولوجيتي قريبة من هذا الحزب، بشبهني. فضل. ولا احنا بس هيك عبينا حط 20%؟ لانه ممنوع، اذا ما في 20% ما في ترخيص. صحيح. صح. هلا صدقا ما عندي فكره عن الاحزاب الاخرى، احكي لي عن حزبك. تمام، انا بدي احكي لك عن حزبي اللي انا موجود فيه. هلا انا من بدايه ما بلشت انخرط فيه وبدايه ما بلشت ادخل فيه، انا كنت اشوف دائما تواجد نسائي، يعني بتحكي لك كثيف بس كنت الاحظ تواجد نسائي كثير كبير، سواء من عمان، سواء من الزرقاء، من اربد، من الاغوار. كويس. انا كنت اشوف وكنت صدقا اكون مبسوطه. هلا في كثير اجتماعات عندنا بتصير بيكون موجود فيه حجم نسائي كثير كبير. نعم تمام، انا معك بس هل مشاركة المرأة في الأحزاب فقط لإكمال العدد أم لا؟ بالنسبة لإلنا لا، هي عبارة عن أشخاص موجودين بناء على هم شو قناعتهم وهم شو شايفين الأيديولوجيا تاعتهم متناسبة ومتوافقة مع الحزب وأفكاره، فهم موجودين لهذا السبب. موجودين لهذا السبب. نور، هناك من يقول، أنت بتعرف مصطلحات انتخابية؟ صحيح. ولا نوضحها أكثر؟ لا، دائما ما كان يتم الحديث بأن المرأة حشوة في القائمة الانتخابية. صحيح. مزبوط؟ طبعا. طيب، هناك من قال بأن القانون الأحزاب جمل هذا الموضوع وقال لا، إحنا بدنا 20% من القوائم من الأحزاب تكون للمرأة. تمام. السؤال، هل هي شبيهة بالكوتي أم لا؟ داخل الأحزاب؟ داخل الأحزاب. هي في بعض الأحزاب اللي افتقدت وجود المرأة قد يكون شبيه بالكوتا، بأنه نعم دعمت الأحزاب بأنه أنت اليوم مضطر أنك أنت تستقطب النساء ممنوع، يكون لازم حاضرين. يستقر شباب وإلا ترخيصك عنده مشكلة. صحيح. فهذا الأمر صحيح رح يجبر بعض الأحزاب بأنها تتوجه للمرأة والشباب إذا كانت غير متوجهة من السابق. جميل. لكن فعليا إذا بدي أتكلم عن حزب جبهة العمل الإسلامي بحكي لك المية بتكذب الغطاس. ماشي. فعليا الحزب السنة الماضية احتفل ب30 عام على مرور إطلاق الحزب أو تأسيسه. خلال هذه السنوات أنا أعتقد بأن هنالك أسماء
طرقت أبواب عديدة سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان من نساء الحزب، استطاعت أنها تثبت بأن المرأة داخل الحزب لم تكن حشوة. دكتورة ديمة طهبوب مثلا، دكتورة ديمة، دكتورة حياة المسيمي، وذلك دكتورة حياة فتحت أبواب لكثير من النساء، أستاذة هدى العتوم، حتى داخل الحزب أسماء كثيرة، دكتورة ميسون دراوشة وغيرهم من السابق ومن الموجود الآن. أثبتت أنه لا، المرأة داخل الحزب تتعرض لتأهيل سياسي فكري، هي قادرة على أن تكون موجودة في موقعها وتملأ موقعها. لذلك يعني أنت لما تيجي على أرض الواقع وتشوف بأنه لا، المرأة لما دخلت المجال كانت أدو، معناته هي ما كانت بالحزب مجرد ديكور. جميل. هي كانت بالحزب فاعلة، فاستطاعت أن تكون فاعلة داخل المجتمع. ففعليا إذا في عندنا أحزاب اليوم ستضطر أنها تتوجه للمرأة، ممتاز. إحنا الكوتا تمام، نتمنى أن المرأة تصل من غير كوتا، لكن إذا كانت الكوتا أو كان التأسيس القانوني هو يجبر هذه الأحزاب في مرحلة ما، فخلينا نعتبرها مرحلة انتقالية للأحزاب بأنها تدرك تماما بأن المرأة والشباب هم عنصر أساسي. بالتالي لكن ستمكن المرأة سياسيا صح؟ ستضطر لتمكين المرأة سياسيا إذا هي فعلا بدها تكون فاعلة. هلأ إحنا عندنا أحزاب ديكور لا ننكر ذلك، لكن عندنا أحزاب فاعلة. الأحزاب الفاعلة مثل ما ذكرت هي مضطرة بأنه هي تكون المرأة فاعلة داخلها، لأنه فعليا إيش تكون؟ يعني أنا عندي عضو بالحزب، إذا كان العضو غير فاعل فهو مجرد اسم، أنا ما رح أستطيع من خلاله أني أنا أثبت وجودي على أرض الواقع. صحيح. حيظل على أرض الواقع الحزب ممثل بفلان وفلان وفلان، لكن تأهيل جيل جديد، تأهيل نساء جديدة، تأهيل شباب جديدة رح يقوي الحزب بحد ذاته. أنا كيف بدي أقيس أصلاً فعالية الحزب؟ كيف بدي أحكي هذا حزب قوي أو هذا حزب ضعيف؟ مش فقط بالأرقام، لكن أثره على أرض الواقع اللي هو من خلال نسائه، من خلال شبابه، من خلال كل المنتسبين فيه. داش. سأذهب إليك دانيا بسؤال، لكن بعد فاصل قصير. أول أرجو أن تتفضلوا معنا، هو مش قصير. أهلا بكم من جديد وأجدد الترحاب بجميع الضيفات، ومباشر أذهب إليك دانية. هل اليوم مشاركة المرأة في حزب الغد مشاركة لأن سيكون هناك دور فاعل للمرأة؟ ألا يزعجك وأنت إحدى المؤسسات إلى هذا الحزب بأن تكون نسبة 20% من السيدات متطلب؟ بزعج لبعض السيدات بيقول لك ليش احنا متطلب؟ احنا المفروض ما نكون متطلب، يكون علينا اقبال من غير ما يكون هناك متطلب لشرعنة هذا الحزب. تفضل. بالعكس، عفوا، بالعكس، هي مشاركة المرأة هي بالعكس فرصة تاريخية امام المرأة للمشاركة في الحياة السياسية والوصول الى الساحة البرلمانية. نعم، مشاركة المرأة في حزب الغد اصبحت مشاركة فاعلة. كيف؟ حيث أن المرأة تشكل في مجلس الشورى، نحن في مجلس الشورى، صرح رئيس مجلس الشورى عثمان الشوابكة أن المرأة حصلت على 4 مقاعد من ضمن 19 مقعد في مجلس الشورى، وهذا أمر جيد رائع، يعني وصلت إلى المرأة في حزب الغد. أيضا حصلت المرأة في حزب الغد على 5 مقاعد من أصل 15 مقعد في المكتب السياسي وغيرها من اللجان، وأنا رئيسة لجنة السياحة والآثار كونها بمجال تخصصي Culture Resources and Management. yes. طيب أيضا تفضلي، أكملي تفضلي. فمشاركة المرأة أصبحت في الحزب هي شيء أساسي في الحياة، لكن ضمن تقاليد وعادات المجتمع الأردني. نحن مجتمع محافظ كما نعلم وشرقي، ولكن لا يقف في وجه المرأة أن تكون صانعة قرار وفي المكان الصحيح. هل تعتقدي بأن المجتمع يقف أمام المرأة اليوم؟ لا، بالعكس. أحكي لك عن تجربتي شخصيا. تفضلي. أنا والدي هو داعمي تمام من مؤسسين حزب الغد أيضا، عزام ريحان، فأنا بنت أبوها حزبية الأصل. نعم طيب ماشي.
أعود إلى ضيفاتي في الأستوديو إليك ريم. اليوم بالانتخابات البرلمانية اللي قدام، رقم واحد ورقم ثلاث مين؟ وبالتالي اليوم سيكون هناك اختيار، وهذا عاتق كبير على الحزب بأن يختار الكفاءة. صح، مزبوط. اليوم إذا أنا بدي أقول لك شو أهم برنامج في حزب الشعب الديمقراطي الأردني، شو هي الأولوية عند هذا الحزب؟ شو هو حسب برنامجكم؟ لا أنتوا عندكم برنامج، صح؟ صحيح. شو الأولوية؟ إذا بدنا نحكي عن البرامج السياسية يلي بدها توصل، نكون فاهمين بداية إنه النائب اللي بده ينزل هو مش نائب خدمات. طيب. تمام؟ فهلا لما بدي أنا أحط برنامج سياسي بده يتضمن إنه أنا عندي مشاكل سياسية في المجتمع بدي أحلها، في قوانين، في تشريعات موجودة لا تطبق أو تطبيقها بيكون إلى حد ما غير صحيح. مثلا انا بدي الامس تغيير فيها، بدي ادخل اغيرها، بدي احط قوانين وتشريعات جديده انا عم بواجه فيها مشكله، مثل مثلا قانون الاستثمار. ماله قانون الاستثمار عندنا فيته مشكله، في يعني انت كثير تغييرات صارت عليه. هو عدلوه اخر مره، بقول لك ممنوع حدا يتعدل لسه 10 سنه. احكي لك حتى التعديلات اللي تم تعديلها عليه، في امكان يتم تعديلات ثانيه عليه تصير عن جد تلامس. ما بدي احكي احنا ما بنروح لشيء خدمي، بس تلامس مثلا بدايه قضيه الدائن والمدين يلي هي هلا مطروحه على ارض الواقع. تمام، هاي قضيه بامكانها تلامس المراه تحديدا. كيف اني انا ممكن اخصص من ميزانيه الدوله تمام إشي للمرأة يلي عندها فعليا مشروع ناجح بإمكانها تشغل معها نساء تانيين. تمام، فبصير في عنا تشغيل للمرأة، فبعنا بخفف البطالة. بإمكاننا كمان نعمل، هلأ إحنا الأردن تعتبر من أقوى الدول سياحيا، والسياحة دخلها من أعلى دخل للأردن 5 مليار. تمام، هلأ بإمكاننا نعمل نشاطات سياحية وبرامج سياحية للأردن كتير مرتبة صدقا وكتير فخمة وتشغل شباب الوطن يلي هم هلأ عم بيحكوا لك نحن عاطلين. صحيح، كتير عدد من شباب الوطن هم عاطلين عن العمل، فبتخيل إذا بدنا نحط برنامج بدي يكون فياته من أهم مشاكله اللي هي البطالة أو أي مشكلة هي عبارة عن شجرة. وأنا معك. تمام، كويس. إذا بدك أحكي لك عن مشاكل الأردن، بقعد أنا وإنت نور ودانية والمستمعين نقعد اسبوع نقول لك شو هي المشاكل، مزبوط؟ احنا ما بدنا نحكي. كويس، انت قلتي لي البطالة، صح؟ صحيح. كيف يعالج البرنامج المقدم من قبل حزب الشعب الديمقراطي الأردني موضوع البطالة؟ كيف بيعالجوا؟ بالبيئة الاستثمارية؟ مش بس بيئة استثمارية. كيف؟ بدنا نكون واضحين انه اي قضية تمام في إلها الآثار والأسباب. ايش أسباب البطالة عندنا في المجتمع؟ بده يكون في دراسة تامة وكاملة لهذا الموضوع، يكون محددين الأسباب، الآثار، إيش هي أهم القضايا اللي بتمس البطالة؟ البطالة إيش أسبابها؟ فقر، فبتشوف الـ الـ الأب مثلاً بيطلع بيشتغل بيعجبهوش الشغل، بتحدى ثقافة العب، ما بدي إياه، أنا مش من مستواي أشتغل هيك. بس ما ظل هيك بيطلع. بنا موجود موجود يا ريم. نسبة البطالة بالأردن 50%. صح، الناس بتدور على شغل بتمسك بيديه وبجريها قاعده. مش الكل، شوف انا عايشه في مكان ما اتوقع الاغلب الموجودين فياته بهمهم الا المظاهر. قبل سنوات لا يعمم يعني، صح يا وال... صحيح هذا لا يعمم. صحيح، بس يعني هلا ماشي احط الفقر، البطاله في لها كثير اسباب ثانيه. تمام، هلا انا بدي اجي احكي، طب انا هلا انا بكورونا كنت ما اشتغلت سنتين في البيت، ليه؟ كنت عم بدور على وظيفه. طيب ايش كان احد اسبابها؟ بدنا مثلا منك خبره. طب انا خريجه جديده، ايش طيب الخبره اللي بدي اقدم لكم اياها؟ ماشي. بدي استنى على ديوان الخدمه، ديوان الخدمه بدي استنى من هون ل 30 سنه، يمكن يطلع لي يمكن لا. طيب فاحنا بدنا نحط برنامج واضح. انتوا ما حطيتوه حتى الان؟ بلا، هلا في الحزب اكيد فيه
طلعت عليه ولا لا؟ أنا صدقا عندي اطلاع على فئة الشباب أكثر من موضوع العمال، لأنه إحنا بالحزب عبارة عن أفراد مقسمين. هم الشباب أهم إشي عندهم اليوم مشكلة البطالة، 50% من الشباب آسف عاطلين عن العمل. صحيح. صح. هلأ بدي أحكي لك الأحزاب دورها توظفهم. لا بس برضه لازم يكون في دور فعال، كون إحنا عم ندخل على مرحلة جديدة. صحيح. بده يكون الحزب فاعل حتى يوجد فرص عمل. بدي تحدد. كويس. ماشي. هل يؤمن الأردنيون حتى الآن بالأحزاب، فكرة الأحزاب؟ بلا شك بأنه لك صديقات وأنت بتدعيهم إنهم ينضمن إلى الحزب اللي أنت منتمي عليه أو أي حزب آخر. السؤال، ألا ترين بأنه الآن نظرة المجتمع الأردني إلى دور المرأة السياسي اختلف؟ المرأة تحديدا. نعم طبعا، يعني أنا مثل ما حكيت لك أحيانا أسماء معينة ممكن تغير صورة نمطية كاملة، فأنا ممكن أجي أحكي بأنه أنا غير مؤمن بالمرأة، لكن لما أدخل على برلمان أو أسمع على برلمان وألاقي امرأة أثبتت دورها وأنه والله أنا بالعكس بستدل بكلام فلانة أكثر من كلام فلان، لا صار إيماني بوجود المرأة أكبر. فعليا من يثبت نفسه هو الكفؤ. جميل. امرأة، رجل، شباب، كبار، إذا أنت كفؤ بهذا المكان أنت بتستطيع أنك تثبت نفسك. فأنا كامرأة أو اليوم الاختيار صعب بين أول ورقم ثلاثة بالقائمة. بالضبط، كثير صعب، بس بنفس الوقت بيعطي فرصة للمرأة. أنت اليوم لما تيجي تحكي للأحزاب أنت مضطر أنك أنت تضع في هذه القائمة هذا الرقم من النساء، وأنت مضطر أنك أنت تختار امرأة مقنعة. طيب لأنه كيف؟ أنا فعلياً كيف بدي أخلي المرأة تكون موجودة داخل الحزب وتنزل على برنامج انتخابي وتتكلم مع الناس وما تكون مقنعة؟ بقول لك اللي ما بينتخب الامرأة امرأة مثلها، صح؟ عدوة المرأة. عدوة المرأة مرأة. والله مش دائما بالانتخابات، مش دائما. مش دائما. شو السبب؟ بالعكس احيانا في بعض يعني للاسف. يعني هل تغيرت ايضا هذه النظره من المجتمع ولا ما زالت موجوده؟ هلا احنا في دائما استثناءات. جميل. يعني اكيد في نساء هم لابد. ضد نساء. تمام. لكن ايضا احنا في عنا على ارض الواقع، عشان ما نكون مثاليين وبنحكي بصوره ورديه، احنا بعض القوائم كانت في شكل عام بالاردن تحجب الصوت عن المراه لانه هي خايفه انه المراه تكون قويه فبكره والله رح تاخذ مقعدي مثلا. فانا لما يكون عندي القانون بانه انت حجبت هذا الصوت او ما حجبته المراه اجباري بدها تكون، فانت منعت سواء الرجل او المراه انهم هم يكونوا ضد المراه. معضله المراه اليوم كحزب كيف تنظرون لها؟ عفواً. شو هي المشكلة عند المرأة اليوم؟ شو المرأة؟ أهم مشكلة تواجه المرأة الأردنية اليوم؟ يعني أكثر من مشكلة، بداية إذا أحكي بالمشاركة السياسية نظرة المجتمع، هل المجتمع يثق بوجود المرأة ولا لسه أنا المرأة لا بخليها خيار ثاني؟ ماشي، بس أنا أقول لك شيء واحد، رضى المجتمع ولا ما رضى المجتمع؟ بالضبط. اليوم في تشريع بقول للمرأة لك هاي المقاعد. بالضبط، فأنت مضطر إنك أنت تكون موجود. ماشي. الشيء الثاني هو أيضاً القبضة الأمنية، القبضة الأمنية ما زالت موجودة وما زال في تخويف لبعض الحزبيات بإنه هل يعين أخوها بمكان فلاني حتى أو لا اليوم؟ يعين. حتى اليوم مع لا زال. كل هذه الضمانات حتى اليوم ببعض التهديدات احيانا قد لا تكون، لكن احنا مثلا داخل الحزب لا، ما زال في ناس ممكن انها تستقيل من الحزب بسبب بانه منع الابن من التوظيف بالمكان الفلاني. بس انا اقول لك شيء، الان تم تغيير هذا الموضوع ومنعت وليست جريمه ويحق ولا يلاحق. شكرا. ويحق لك انت اليوم اذا واحد سدى لك ترفع عليه قضيه، وهذا الشيء اللي بدعمنا. انت بدعمك كيف حكيت بالبدايه، انت بدعمك هو انطباع، هذا انطباع، لكن الانطباع اليوم بتغير قاعد. بالضبط. فانت بتعرف حتى لما يكون في بعض ما بدي احكي التهديدات لكن بعض التضييقات، انت بتعرف انه هذه التضييقات انت ممكن تستدل عليها بقوه انك لا انا في مدعوم من السياسه ومدعوم قانونيا، فانا ممكن اني انا اواجه هذه التضييقات وبالعكس احاكمها. صحيح. يعني انا اذا مسكت هذا الامر لا يحاكم هذا الامر. لكن ايضا من بين احيانا مشكله بتواجه المراه هي المشكله الاقتصاديه. احنا عندنا احيانا المراه لما بدها تنزل على الانتخابات برضه الانتخابات بتكلف. طبعا. يعني انت بدك تنزل الانتخابات. فاظن بانه الحزب لما يكون مؤمن بالمراه وبدعمها حتى في الانتخابات، هذا الشيء بحد ذاته بشكل تريح للامراه، بانه الناحيه الاقتصاديه حملها معك الحزب. فانت لما بدك تنزلي على الانتخابات انت نازله بجهدك، انت نازله بفكرك، انت نازله بانت ايش بدك تثبتي نفسك. اما التحدي الاكبر للمراه اللي هو موجود سياسيا وغير سياسيا، هو تحدي المراه بانه هي مسؤوله داخل البيت. صحيح الرجل قد يكون شريك معها او الاصل ان يكون شريك معها، لكن فعليا هي الام، هي قد المحضن الاساسي. قد يعني المفترض بدنا نحكي الشيء الايجابي، بس فعليا هذا كمان تحدي بانه انت كامراه المراه العامله، خصوصا المراه العامله بكل مجالاتها سياسيا او غير سياسيا. انت عندك مرحله بدها تكون الاولاد بالنسبه لها اولويه، فهي ممكن تختار انها تنقطع عن التدخل في العمل العام مثلا. صحيح. لا ممكن تشارك لكن بيضل في عندها الهم العائلي الى اخره، فمشاكل كثيره.
لكن بنفس الوقت هل هذه المشاكل عائق؟ كويس كويس، وهذا انت بدك تدخلي مداخله تضيفي شيء؟ انا كنت بدي اعلق على موضوع المشاركه. هلا انا واجهت، مش انا شخصيا ولكن انا كان في حوار مره في مجلس انا كنت موجوده فيه، فكنا بنحكي طب ليه ما يتم تعيين. هلا بعرف انه اشياءات على ديوان الخدمه و نعم تعيين تمام، بيحكي لك النظام الداخلي لدوائر معينه سواء حكوميه او خاصه بتمنع وجود شيء حزبي فيها. طب ما هو القانون بيمنع قديما، انا معك، ما كنا نتناقش صحيح. هو القانون بيمنع صحيح، ما هو القانون بوضح انه فلان وفلان وفلان هم الممنوعين يكونوا ضمن حزب ضمن شيء سياسي تبعا لانهم مسؤولياتهم بتتضارب. بس انا مسؤوليتي مثلا ما بتتضارب مع هذا المنصب وانا بطمح اني اكون فيه. بحكي لك لا، الإشي الداخلي شو ما تعملي السياسات الداخلية تمنع نظام داخلي لمؤسسة معينة يعني. طبعا سواء حكومية أو خاصة. هو أنت دائما بحاجة أنك أنت تطبق القانون على أرض الواقع ويراقب أنه تطبيقه حقيقي. لأنه هل في استثناءات وفي مؤسسات تمنع؟ موجود القانون. تستبعد أن يكون التطبيق حقيقي؟ ما بستبعد، لكن بحاجة لمراقبة مثل باقي القوانين. إحنا كل القوانين عندنا، هل عندنا مشكلة في التشريع؟ ما عندنا مشكلة في التشريع. إحنا في بعض الأحيان بيكون عندنا مشكلة في تطبيق هذا التشريع أو مراقبة تطبيقه. فأنا حتى في هذا القانون أنا بحاجة لإني أنا أراقب هذا التطبيق هل هو حاصل أو لا، وأيضا مسؤولية صاحب الشأن. يعني أنا أعتقد بأنه لو كل شخص تعرض لشيء من هذا القبيل بأنه منع من أنه يوظف لأجل هذا الأمر وهو مخالف للقانون ورفع صوته على صوته سواء بوسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال حزبه أو غيره رح يوضع حد لهذا الأمر. أنا أدرك ذلك تماما، لكن هذا الحديث كان سابقا، اليوم مع القانون الأحزاب ومع أصبح مختلف صحيح، وخلينا احنا نطبق ونشوف هل فعلا هناك تنفيذ. هي الشوارع مليانة بتمثيل حزبي وأهميته. طيب الآن سؤال لك دانيا، أطرح عليك سؤال، ما هي أولى الأولويات لدى حزب الغد؟ في البداية خليني أنوه أنه إحنا بخصوص مشاركة المرأة والشباب نحن كحزب حققنا طموح الشباب، والأمين العام عندنا أصغر أمين في الأردن عبر 38 سنة. فنعم يعني إحنا في ضمن أولوياتنا الشباب والمرأة في السلم الأول. أيضا نحن في عندنا برنامج عن ذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا هذا البرنامج يعني نحن لازم نراعي هذه الفئات في المجتمع ونحكي عنها ونوصل صوتها، لأنها هي لا تقل عنا بشيء. نعم أكيد. ذوي الاحتياجات الصم أكيد. نعم نعم. فإحنا من ضمن برامجنا بنحكي عن فئة كبيرة من المجتمع الأردني ألا وهم الصم. طيب كويس، الأولوية الأولى ما هي؟ المرأة والشباب. نعم. فيما يخص المرأة والشباب ماذا؟ بطالة، فقر، كل شيء. كل شيء احنا بدنا نحكي عن كل شيء، عن مشاكل المجتمع بشكل عام. نعم عن بطالة. احنا زي ما نلاحظ المجتمع الأردني كامل بيعاني من البطالة، بس الرك الأساسي أيضا على الشاب إنه يسعى بحاله يبني مستقبله بيده ويقوم هو بالإصلاح من داخله، يكون عنده رغبة في الوصول. طيب ماشي، سأذهب إلى فاصل قصير أخير وبعد ذلك أتواصل وضيوفي. فاصل قصير أخير، تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد وأجدد الترحاب بالضيفات. طيب الآن إذا لو بدي أعطي كم بقي من البرنامج، 10 دقائق تقريبا، لو بدي أعطي ريم ونور ودانيا كل واحدة دقيقتين تتحدث عن حزبها وتدعو الناس أنها تيجي للحزب، ولا تحبذوا أني أطرح عليكم أسئلة أخرى نستفيد منها؟ أنت شو بتحبي؟ عادي ما عندي مشكلة، بطرح أسئلة زي ما بدك. طيب خلينا أطرح عليكم أسئلة معناته. طيب اليوم مشاركة المرأة كم ولا نوع؟ أنت شو بدك؟ بدها تكون كم ولا يكون نوع؟ بده يكون عندنا، بمعنى احنا حابين يكون عندنا 30 نائبة ولا يكون عندنا 50 نائبة ولا يكون عندنا 30 لكن ال 30 عن 100؟ اكيد نوع. نوع اكيد. وهذا الان العاتق على الحزب، شو لازم الحزب يعمل للمرأة حتى تكون
بالنوع. بده يشيل التحديات اللي امام المراه، بده يحاول. يعني هلا المراه لما بدها تدخل على الحزب بتواجه كثير تحديات، مش بس بالحزب، بالحياه العامه، فما بالك الحياه السياسيه. صحيح. تمام. هلا من اهم المشاكل اللي عم بتواجهها المراه، حكينا المجتمع، بدنا كونه هلا احنا عم نروح لتحديث منظومه سياسيه، بنروح لديمقراطيه اكثر، بنروح لتطوير المجتمع وتنميته، فاحنا بامكاننا انه نغير من فكر الشعب عن طريق برامج، عن طريق توعية، عن طريق فعاليات، بس لنورجيهم إنه المرأة هي أساس، هي لبنة أساسية في المجتمع. فإذا ما كانت موجودة في الأحزاب، يلي هي الأحزاب هي جزء صغير من الدولة وجزء أساسي، فوجودها هو ببني مش بهدم. أنت بتعولي الآن على الشباب من النساء السيدات، ولا بتعولي على الأكبر سن اللي تخرجوا من الجامعات؟ على الجميع، مش بس شباب. المرأة مش بس مين المرأة. مين بتحسي له تقبل أكثر لموضوع الأحزاب؟ عنده تقبل أكثر؟ يعني يمكن مش الشباب، الشباب يلي بعمر مثلاً الجامعة أكبر شوي، ولا النساء مثلاً اللي بعمر مثلاً 40 وطالع، يمكن ما بين مثلاً 25 ل 40. بتخيل هدول عندهم ممكن وعي أكتر، لأنهم هم يمكن خلصوا مرحلة الجامعة، خلصوا مرحلة الخوف إنه أنا ممكن أنحرم من الجامعة، ممكن ما يكون عندي شغل، دخلوا على مرحلة الحياة العملية، ما عندهم لسه كلياتهم التزامات، ما عندهم مثلاً أسرة، فبتخيل ممكن هدول يكونوا عندهم قابلية أكثر إنهم يدخلوا على الأحزاب، على الاستقطاب. ماشي. طيب اليوم إذا بدنا نتحدث عن نظرية الرقم والنسبة للدور الفاعل حزبيا للمرأة، ما هو دور المرأة اليوم لاستثمار هذا المناخ اللي أعطاها، هذا التشريع اللي أعطاها أول اسم وثالث اسم في القائمة؟ يعني ناجحة، ناجحة ناجحة يعني إجباري. وبالتالي كيف نجحت القائمة؟ صحيح. الدور المرأة كيف يمكن أنت اليوم كمرأة، كسيدة، كشابة أيضا، إني أنا أستثمر هذا المناخ التشريعي وأثبت إنه لا، اللي بيقول لكم إنه ما فيش دور المرأة، لا على العكس، هذا هو دور المرأة. لأنه هذا كمان ما بتحدث عن مرأة في حزب محدد، أتحدث اليوم عن دور المرأة، لأنه صحيح. نجاح امرأة في حزب محدد يعني في مجال على بأن هناك ناجحات صحيح. ورياديات طبعاً. وللحقيقة إنه موجود في الأردن طبعا. تفضل. هلا بداية بس بدي أجيب على السؤال الكم والنوع. أنا طماعة، أنا لا أفضل وجود الكم والنوع مع بعض. يعني شو المشكلة إذا كانت القائمة كلها نساء وتنجح كلياتها وتفوز؟ يعني هل إحنا مربوطين فقط في عدد الكوتا؟ أبدا، ولا مربوطة فقط بالمقعد الثالث. جميل. المرأة كيف تستثمر هذا الأمر؟ هو محط اهتمام المرأة نفسها. الحياة فرص، الحياة السياسية فرص، وخروج شخصيات سياسية على مستوى الرجال أو النساء هي أيضا فرص. جميل. المرأة استغلت الكوتا واستثمرتها في كثير من الأحيان، وإحنا برزت عنا أسماء من خلال الكوتا إجت إلى المجلس، لكنها فعليا أثبتت نفسها صح. وانتقلت من مرحلة المجلس إلى مرحلة ما بعده، أو انخرطت في العمل السياسي وتواجدت في البيئة السياسية. معالي وفاء بن مصطفى اليوم وزيرة. تماما. نعم. فهذا الشيء دليل بأنه لا، المرأة قادرة على استثمار هذه الفرص. اليوم الجو المناخي، سواء بأنه هو من ناحية القوانين، من ناحية القوانين داخل الأحزاب أو قوانين الانتخابات اللي بدنا نقبل عليها، أو قوانين سياسية بشكل عام، بتكفل للمواطن الأردني رجل أو امرأة بأنه إذا أنت بدك تنخرط بالعمل الحزبي، على العكس أنت مرحب بك. كويس. الحديث الآن عن دخول الأحزاب للجامعات. صحيح. فبالتالي أنا مقبل على حياة سياسية حزبية. هذا عاتق على الحزب. بالضبط. هذا العاتق الأساسي بأنه يفتح هذا الباب ويستثمره هو الحزب نفسه بأنه يمكن أعضائه. إذا أنت ما مكنت أعضائك، أنا مش صحيح الانتخابات هي مهرجان العمل السياسي، نتاج عمل الحزب تماما كمان. لكن ما بعد الانتخابات وما قبل الانتخابات هو الذي يمكن الحزب بنفسه. أنا مش الهم بأنه أنا أحرز أصوات 1-2-3، أنا الهم بأنه هذه الأصوات تستطيع أنها تثبت نفسها داخل المجلس. تنوي الترشح؟ أنوي الترشح إذا أم هذا قرارك كم قرار حزب اليوم؟ إحنا داخل الحزب القرار حزبي. المجموعي قرار الحزب صحيح، يعني عائد على رغبة الشخص من عدمها، لكن بالنهاية هو قرار الحزب. طيب. الديمقراطية ماشي. داخل الحزب عندنا فاعلة. في ديمقراطية؟ جدا. في ديمقراطية في حزبكم؟ جدا برضو. كويس. داني أطرح السؤال اليوم إنه ما هو الدور على الأحزاب في تمكين المرأة؟ هل سيكون تمكين المرأة الحزبي مختلف عن تمكين المرأة اللي بنشوفه ضمن المجتمعات والمدنية والمنظمات وما إلى ذلك؟
في البداية خلينا نأكد على رؤية جلالة الملك ودعمه للأحزاب والشاب بالاندماج في العمل الحزبي. نعم هذه شيء عظيم جدا. نعم وأيضا دور المرأة نعم تمكيني. أصبح دور الأحزاب هو دور أساسي للوصول للمرأة. نعم المرأة تستطيع الوصول من خلال الأحزاب. نعم طيب كويس. الحزب شو عليه أنه يعمل حتى يستقطب المرأة ذات الكفاءة؟ أنا ما بديش واحد يبعث لي على الواتساب عامر صور لي هويتك وبعث لي يا رجل ليش؟ قال لي بدي أحطك فرضا بحزب سين أو صاد. لا هي لازم تكون رغبة من داخل الشخص نفسه. طيب ويقتنع في البرنامج كويس. أو البرنامج مطروحة قدامه. يعني نعم. اليوم أنتوا حزب تحدثي لي أنه الأمين العام هو أصغر أمين عام للأحزاب، وأنا بقول لك لسه ما زال هناك أحزاب ما تسجلت، ممكن يجينا أيضا أمين عام حزب أصغر وكلهم خير وبركة. بس أنا اللي بطرح لك السؤال اليوم، شو دور الحزب إني بدي أستقطب أنا سيدات؟ شو ممكن أقدم أنا للسيدات حتى إني أقدر أستقطبهن؟ نعم لما أختصر لك إياها بمقولة برامج إصلاحية لا شخصية. كويس برامج، برامج إصلاحية لا شخصية. نعم ماشي عنوان من أجل النهوض. نعم برامج إصلاحية لا شخصية. كويس يعني أنتم ما عندكم شخصية بالأحزاب وهذا شيء جيد وإن شاء الله أنه يساعد المرأة. يا ريم طيب، هل هناك تقبل من المجتمع لوجود دور سياسي للمرأة اليوم؟ بمعنى أنتم اليوم قاعدين بالحزب، بأي حزب تم الحديث وتم التشاور وقفت ريم وقالت أنا لدي رأي مختلف، أصبح متقبل أن أستمع إلى ريم بشكل أنه أنا بدي أتمعن بما تقول ولا بديش أحكي عشان ما يقولوش سين ضد المرأة؟ داخل الأحزاب متقبل بالمجتمع مش داخل الأحزاب. بالمجتمع مش دائما متقبل. طب كيف بدنا نخليه اليوم يتم قبوله لدى المجتمع حتى المجتمع يقبل فيه كحزبي وينتخبني بكرة؟ بدي أشتغل أنا على حالي بداية. الحزب شو بده لازم يعمل؟ الحزب بده يكون عنده برامجه الفعالة اللي بدها تبين المرأة الموجودة فياته. يعني أنا بدي أثبت حالي، الحزب بده يثبتني، بعدين إحنا بتصير لحالها الناس صار عندها نوع من أنواع الثقة إنه صح هذا الحزب طلع هاي البنت، كان عندها هدف، كان عندها منطق، وهم صوروها أو وضحوها بصورة جميلة. ليه؟ مش لأنه هي لازم تكون، لأنه هي اشتغلت على حالها، هم اشتغلوا على أنها تكون بنت فعالة في المجتمع. هل سنشهد بأن تكون سيدة هي عنوان حزب محدد؟ تتوقعي؟ ليش لا؟ متفائلة؟ ليش لا؟ شو دور الحزب إذا؟ يعني دور الحزب ودور المجتمع، احنا حتى مجتمعاتنا عشائرنا الأردنية دعمت المرأة في كثير من الأحيان، احنا عندنا كثير من العشائر سميت بأسماء النساء وكانت النساء فيها تجير وكانت صحيح. النساء فيها إلها كلمة تحل وتفصل صحيح. واحنا حتى تربينا بأنه المرأة الجدة والكبيرة كلمتها لا تثنى يعني. حتى اللحمة احنا كلمة المرأة مسموعة داخل صحيح. المجتمع داخل الحزب أيضا. أنا إذا بدي أتكلم عن حزب جبهة العمل الإسلامي، احنا المرأة موجودة داخل مجلس الشورى، موجودة داخل المكتب التنفيذي وهو أعلى هيئة تمثيلية، فأيضا رأي أكيد أنا مش جايب هذا الشيء ديكور في هيئة بمثل هذه الهيئة أو بمثل هذا المقام من التنفيذي، فأنا بالتالي لا رأيها مسموع. وأعود لنقطة المرأة، إذا كانت كفؤ تستطيع أن تثبت نفسها. المرأة اللي بتقدم شيء فاعل تستطيع أنها تثبت داخل المجتمع بأنه أنا موجودة، مش صورة، أنا مش موجودة فقط لأنه القانون أحضرني، القانون ساعدني، لكن أنا فعلياً استطعت أني أثبت دوري. هل عندنا حالات استثنائية بالمجتمع تتنمر بين قوسين على المرأة؟ طبعاً إحنا عندنا تنمر إلكتروني على المرأة كان يفوق التنمر الإلكتروني على الرجل، لكن هل في قانون أنا ممكن أني أنا أخده؟ في قانون صحيح. فبالتالي أنا إذا بدي أكون موجودة داخل الحياة السياسية، شاب أو كبير، امرأة أو رجل، أنا بدي أكون بداية عارف ما لي وما علي، حافظ درسي منيح صحيح. فبالتالي بقدمه بصورة جيدة. لكن هناك دور على الحزب، لا تقولي طبعاً. لي ما في دور. طبعا ليه بحكي لك التمكين والتمتين والتدريب والتأهيل والصقل هذا الشيء اللي بدينا بالحكي عنه. أنا ليه بحكي لك حزب جبهة العمل الإسلامي خلال 30 سنة الماضية، وجود قطاع نسائي
هو هيئ الفرصة مش فقط بأنه يكون عندي لجنة نسائية وحدها، لا، قطاع نسائي كامل متكامل. هذا القطاع النسائي داخله بداخل كل فروع الحزب في لجان نسائية، هاي اللجان النسائية موجودة تتعرض لتدريب داخلي، تأهيل داخلي، وأيضا تأهيل وتدريب بدورات خارجية. كل هذا على أرض الواقع بده يترجم بأنه المرأة الموجودة في مجلس الشورى، أو المرأة الموجودة في المكتب التنفيذي، أو المرأة اللي خارجة في كل ساحات العمل في كل اللجان هي حاضرة. إحنا عندنا باللجنة السياسية، باللجنة الإعلامية، في كل لجنة في امرأة. ما وجدت عشان أنا فقط بدي أحقق نسبة، لأنه هذا الأمر من قبل موضوع قانون نسب أو أنه أنا مجبر على هذا الأمر، لكن فعليا أنا أهلتها لحتى هي تستطيع أنها تثبت نفسها داخل الحزب وخارجه. وأنا لا أتمنى لكم إلا كل الخير والتوفيق والنجاح. كانت دردشة أكثر ما كان حوارا. أرجو وآمل أن أستضيفكم إن شاء الله، وأنتم مسؤوليات في الأحزاب ولكم دور في التشريع والرقابة إن رغبتم طبعا. شكرا لضيفاتي، وأشكر دانيا ريحان في البداية وهي عضوة في حزب الغد، شكرا لك دانيا. الشكر موصول لريم سرور من حزب الشعب الديمقراطي الأردني، شكرا لك لحضورك، وشكرا لك نور أبو غوش من حزب جبهة العمل الإسلامي. شكرا لك. شكرا. دمتم بخير، تحقيقكم الأحد، ولكن دائما إذا كان في العمر بقية. كل التحية، شكرا لكم.